صديق الاربعيني صباح الفل. معلش يعني ايه ما تتخضش، بس اللي ورايا دي المقابر بتاعت الشرقة. انا بعدي كل يوم من على الطريق ده، ولك ان تتخيل ان انا بالنسبة لي اما بشوف المقابر وبشوف السلام اللي مكتوب على اليافطة يعني انا نفسيا ببقى مرتاح، لان عارف في الاول وفي الاخر احنا اخرتنا هتبقى تحت الارض. كويس، لو انت، احنا طبعا عارفين كلنا ان احنا هنموت في الاخر وكل الكلام الجميل ده، بس لو انت مقتنع لدرجة ان انت توصل لمرحلة ان انت تبقى فاهم ان مش كل حاجة تنرفزك وتضايقك وتتعبك عشان تجيب لك غلطة، وان مش كل حاجة في الدنيا هتفضل في الدنيا زي ما هي لان احنا كده مفارقين مفارقين، هيبقى عندك اولويات تقدر بيها تحدد مين اللي يزعل ومين اللي ما يزعلش، مين اللي تقدر تعمل حسابه ومين اللي تعملش حسابه، ايه الحاجات اللي تعمل فيها مجهود وايه الحاجات اللي ما تعملش مجهود. اي حاجه تخصك انت، صحتك، عيالك، اهل بيتك، الحاجات اللي كده ليها لازمه تساعد الناس، الخير، دي الحاجات اللي هتعود لك يا بيه في الدنيا وفي الاخر. انا مثلا من الحاجات اللي بتخليني انا نفسيا، خصوصا لما احس ان انا محبط جدا او تحت بسبب بقى بعض الظروف او ان هي مش ماشيه معايا زي ما انا بحاول يعني، في حاجتين، يا اما بتعدي، انا ببقى معدي على الطريق ده كده كده كل يوم، فبقى نفسيا اللي هو ايه كويس يعني، هو في الاول وفي الاخر ما تخليش حاجه في الدنيا تزعلك قوي لدرجه ان انت تبقى ناسي ان انت في يوم من الايام هتبقى تحت الارض. حاول تاني تقف على رجليك، استمتع، اتبسط، اعمل خير، ارضي ربك، كل الحاجات الكويسه اللي انت تفيدك وتفيد الناس اللي حواليك. الحاجه الثانيه المستشفيات. اه والله، ليه بقى المستشفيات؟ الناس اللي بتبقى جوه في المستشفى ربنا يشفيهم ويعافينا، هو ممكن يكون اصلا بيتمنى يقف على رجليه زيك ويرجع يعمل حاجات في الدنيا كويسه، او ياخد باله من صحته، او يشتغل اكتر، او يعمل حاجة مفيدة يعني. من الاخر يعني انا واخد الموضوع ده بموضوع بإيجابية جدا جدا، ولا فيها تشاؤم ولا فيها ايه يا عم ليه كده على الصبح، ايه مقابر ايه وموت، لا والله العظيم لو انت وصلت للسن الاربعين في اعتقادي وما توصلتش لحقيقة معينة، لو هي ان احنا كلنا رايحين بس باقتناع وتتعامل على هذا الاساس، هتفرق كتير جدا معاك في حاجات، في تعاملات كتير جدا في الحياه. مش اي حاجه هتزعلك والله العظيم. انا الناس بتقع وتروح تجيلها غلطات عشان مثلا اهل بيتهم طالبين حاجات، ولا بيضغطوا عليهم، ولا بيزنوا على ودانهم، ولا العيال، ولا هنحصلهم ولا ايه؟ ولا مديره في الشغل الرخم، والناس اللي من نفسنا، ولا الناس اللي بتنتهز الفرص، ولا في حاجات هتفرق معاك كتير. انا قلت اقول لك والله كده على الله، وانا رايح الجيم كده اخد تمرينه جميله، اقول لك صباح الفل، ان كنت تشائمت في حقك عليا، الموضوع ما فيهوش تشاؤم ولا حاجه، بس دي حقيقه انا واخدها من الناحيه الايجابيه في حياتي.